يعيش اللاجئون السوريون في الأردن خيبة أمل كبيرة بعد قرار وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة بتخفيض المساعدات وقطعها عن الكثيرين بسبب ما تقول إنه العجز في الميزانية. صرت أبكي بصراحة، أنا وأمي صرنا نبكي للأمانة، يعني لأنه هذا مصدر دخل وقفونا إياه. يعني نحن بصراحة كنا من 2015 لل 2018 ما بناخذ شيء نهائيا، نحن كنا متحدين يعني من الناس بتعطينا. في 2018 لليوم كنا صرنا ناخذ الراتب والكيبونات الغذائية، فكانت كتير يعني ساعدتنا كتير. شعور كيف، إحباط تام يعني. والله يعني احنا عائلة 10 أشخاص، نحن أنا وزوجي وثمان أولاد معنا. عندي أولادي 2 حالة خاصة، ابني الكبير واللي بعده 2 حالة خاصة، وجوزي مريض بيشتغل يومية، يعني يوم بيشتغل 10 قاعد، وأجار البيت ومصروف الدار، ما في غير جوزي بيشتغل يعني بس. برنامج الأغذية العالمي أكد مؤخرا أنه لا يزال بحاجة إلى تمويل بقيمة 41 مليون دولار للاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية في الأردن حتى نهاية العام الحالي، رغم تخفيض قيمة المساعدات للاجئين السوريين المستفيدين واستثناء نحو 50,000 فرد من المساعدات الشهرية. كان نمنح كوبون شهري للعائلات بعد ما يتم زيارتها بالمنزل وتقييم حالاتها، أو كوبون كل شهرين. حالياً بسبب نقص الدعم بطل في هذا البرنامج، إنه كل شهر وكل شهرين صار بس الكوبونات اللي هي أكسترا فود فاوتشر اللي بتنمنح بشكل شهري بس لعائلات مختلفة. وتتقلص المساعدات الأممية للاجئين بوتيرة متسارعة في الآونة الأخيرة حتى مست توفير الغذاء فلم يعد أولوية الدولية بحسب مراقبين، الأمر الذي سيدفع بمخاطر أكبر على اللاجئين.